شاطر في المجال النظري قوي في الجامعه، بس انا كنت شاطر جدا في العمل، جدا في العمل. بعد كده طبعا لما انا جيت اتخرجت اشتغلت في كذا مجال، يعني مجال العربيات وفي مصانع وكده. كانت المشكله كلها في ايه؟ ان انا ما لقيتش نفسي في الشغل ان انا ابقى موظف، لان في الاول وفي الاخر المشاكل اللي هتكون موجوده هتقيدني في شكل المصنع، مش هتعلم جديد. لكن في شغلنا هنا انت كل يوم لازم، يعني لازم تذاكر عشان تتعلم جديد، لازم تدور على الجديد عشان تقدر تصنع وتعمل. غصب عنك انت بتشتغل هنا كل حاجه ممكن تتخيلها، فبالتالي بتنمي عندك خبرات، وفي نفس الوقت بتنمي عندك ان انت جانب الايه الريسيرش، وان انت تدور وتشوف، ما وقفتش عند حد معين. فعشان كده خدت الفيلد ده، خدت المجال ده، الحلول الصناعيه. الورشة هنا كانت ده مخزن بتاع والدي، وخدته منه، قلت له انا هعمله ورشة، فقال لي خلاص اعمله. يعني بالنسبة لي الموضوع مش فارق، بس يعني ايه، انت اللي شايل مسؤولية نفسك. يعني فترة كده جالنا واحد يعني من ذوي الاحتياجات الخاصة، قال لك انا عايزك تعمل لي كرسي، فكرسي كهرباء يعني. قلت له طب خلاص هعمله لك. فهو من ضمن يعني بيتكلم معايا، فهو بيهرج، فبيقول لي يا سلام بقى لو تخلوه لي يطلع السلم كمان. قلت له اخليه لك. قال لي بجد ممكن؟ قلت له اه ممكن اخليه يطلع السلم. طبعا مش عايز اقول لك مدى اللي احنا شفناه في اول كرسي ده، يعني الكرسي الاولاني ده قمه المعاناه اللي انت ممكن تتخيلها عشان نقدر نخلي الكرسي يطلع السلم. بس ما قدرناش نصنعه تاني لان الكرسي كان مكلف، تاني حاجه محتاج امكانيات اعلى من الامكانيات اللي عندنا. فصنعنا كرسي تاني اللي هو موجود اللي بنبيعه دلوقتي، بيناسب كل الناس وبيطلع السلم والارصفه وكل حاجه، بس في نفس الوقت مش كومبليكيتد زي التاني. صنعنا كراسي بتوقف الشخص اللي لو حتى عنده بتر في رجليه بيقدر يقف تاني. صنعنا أجهزة تانية من أنواع الكراسي اللي بتمشي على السلم، زي أسانسير بيمشي على طرابزين السلم. يعني موضوع التصنيع ده مش بسهولة خالص، خصوصا إن إحنا مش كيان كبير أو مصنع كبير، إحنا ورشة إمكانياتها محدودة، بس في نفس الوقت بفضل الله تعالى وبفضل الناس اللي موجودة معانا بنقدر نطلع منتج نقدر أقول لك إن أنا ممكن أنافس بيه برضه. فمن لا شيء حققنا شيء، يعني إحنا بنستخدم تقريبا كل حاجة موجودة في البيئة اللي حوالينا عشان نقدر نطلع منتج. يعني عليك أن تسعى وليس عليك أن تدرك النجاح. فاسعى وخليه على الله، ده اللي أنا ممكن أقوله يعني.